بسم الله. ممكن كنا عايز اكرر الشكل ده مثلا 5 مرات افق 5 مرات راسي. فانا بعمل حاجه اسمها كلون، بعلم على الشكل واقول له اديت كلون كريت كلون، وبعد كده بقول له بقى ابدا كرره لي كريت تايلد كلونز. بيقول عايز تكرره كام مره، اقول له مثلا 3 و3 كريت، فبيكررهم لي بالشكل دوت. ممكن اقول له عايزك تعمل لي شيفت، يعني عايز كل شكل يبقى متحرك على اللي قبليه سنه بسيطه، وليكن مثلا 10 هنا، مثلا 10% و10% في اتجاه الاكس، وهنا برضو في اتجاه الواي خليها مثلا 5 5، ونشوف هيبقى عامل ازاي. هيبقى عامل بالشكل ده، تلاقي ان في حركة بين كل عنصر التاني. تمام، هاجي هنا اخليهم اصفر، واقول له انا عايز اغير في السكيل، يعني عايز ده مثلا كل مرة اتحركوا لي مثلا 21، وده مثلا 19، ممكن اخليها بالسالب زي ما انا عايز. تمام، اقول له كرييت، هتلاقي حاجة بالشكل دوت. تمام، ممكن اصفرهم، اخلي كل اصفر، عشان ندخل في موضوع الروتيشن، عايزه يبقى في كل مرة يلف الروتيشن. اقول له خليه مثلا يلف مثلا بمقدار قد كده في الروف كله كريت، هتلاقي ان في العنصر بيلف حول نفسه. البلور بيخلي اللون باهت شوية، بالشكل دوت. ساعات بيدي عنصر جمالي للشكل لو احنا قدرنا نحسن استخدامه.